الجياد والأفراس المتنافسة على أولى كؤوس نادي سباقات الخيل المصيف. فتحت البوابات على بركة الله في أولى نزالات الموسم وأولى كؤوس المصيف كأس نادي سباقات الخيل للمصيف، والذي يجمع 17 رأسا. الانطلاقة مع مطوع الصعايب، يبدأ الانطلاقة السريعة في هذه الأثناء مع محاولات محفول أيضا من الخارج، وكذلك الشاهد الله في المرتبة الثالثة، فيما تحاول بقية الأسماء سيف الشمال للوصول لمركز متقدم، فيما مطوع الصعايب بطول وربع الطول في المركبة الأولى في المرتبة الأولى، ومحفول في المرتبة الثانية في محاولات أيضا لشاهد الله، وأيضا محاولات سيف البيان للتقدم المركز الرابع، وكذلك سيف الشمال والصدارة لمطوع الصعايب. وكأس نادي سباقات الخيل للمصير، مطوع الصعايب في الصدارة مع حضور محفول في المرتبة الثانية، مع محاولات التقدم من قبل الشاهد الله، مع أيضا محاولات المركي، وكذلك محاولات سيف البيان وأيضا سيف الشمال، ومطوع الصعايب لازال يطوع الأمتار حتى الآن مع بداية المستقيم. أولى كؤوس نادي سباقات الخيل للمصيف، مطوع الصعايب لازال يطوع الأمتار في الصدارة. من يأتي لمطوع الصعايب؟ المركي يحاول تغيير المسار، ومطوع الصعايب يذهب بأولى كؤوس الموسم. ألف 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 مبروك لمالك مطوع الصعايب أبناء الشريف الزاع بن شاكل عبدلي، تدريبات شالح الأضياني والقيادة النائي في العنزي. إذا مشاهد